والعش الساعه كام؟ انا على طول بحضر مهرجان بيروت الكوميديا من سنه لسنه، ما بفوتش ولا سنه. انا الضحك مهم جدا جدا بالنسبه لي، على طول دايما بضحك في اي مكان. اصلا انا مره قريت ان لو ضحكت 100 مره في اليوم بكوني عملت رياضه 15 دقيقه. فانا بالنسبه لي الضحك هو احلى دايت اصلا في الدنيا. الضحك هو شيء اساسي في حياتي، حتى ديفانوهم راسي باش نضحك باش نكون فرحان بزاف. حتى البنات يعجبوا بالشخص اللي يضحك بزاف، واجتماعيا بيصير عنده قبول عند كل الناس. مهرجان بيروت للكوميديا من احلى الايفنتس اللي بتصير بلبنان. الضحك هو وسيله كتير حلوه للتعبير، كما انه بيشد عضلات الوجه، ونحن لما بنضحك بنفرز هرمون اندورفين. هيدا الهرمون بيساعدنا اصلا لنكون سعيدين حتى لو ما كنا سعيدين. فنزلت مطار بيروت لقيت الدنيا بتمطر والمزز كلها طفشت للشوارع،